المهارة يحتاج إلى التعاطف، يحتاج إلى يعني القوة بس لدى الشخص اللي يعني. لكن استاذ خالد، هذا يقودنا لحديث كيف نتعامل مع الازمات، وهل هناك ما يسمى فن التعامل مع الازمات؟ هذا سؤال طرح ممتاز، واتمنى ان نشتغل منه. انا اتمنى ان نكون احنا مدرسه، والمدرسه انا اتمنى كنت تكون المدرسه الحمد لله بالنسبه لي تلقيت كثير من الدروس في مدرستكم سواء في جميع المراحل، يعني كان تلقى وصفات جيدة من والدي رحمه الله في كيف التعامل مع الأزمات، مدرسين برضو معلمين كانوا برضو لا يقصروا معنا في كيف التعامل مع الأزمات، الوقوف بجانب الشخص العلمي. مثلا على سبيل المثال أحد الطلاب تعرض لأزمة فكان جميع الفصل وقفوا مع هذا الطالب، هذا برضو المواقف لا ينساها الإنسان ترى مهمة جدا. من الناحية العلمية لابد وضع خطة، ما هي خطة؟ خطة والله عندي مدخرات، مثلا لو قلنا من الأزمات وصلنا لنا الأزمالية، هناك عندي مدخرات من تساعدني في الانتقال من الأزمة إلى أنها تفرج عني وكذا، مثلا مدخر وضعت الكاي هذا ساعدني في الجوز. مثلا عندنا خطة يسمونها خطة بديلة، أو سابق مثلا أتعامل مع الأزمة، لا مثلا أزمة القيادة في الشوارع العواصم الكبرى، لا بد يكون عند الإنسان خريطة. والآن أنا أتكلم عن قديم، أكيد أقرب مخرج يحاول يطلع معه ليه؟ لأنه والله الطريق هذا غير ملبي احتياجه، ليه؟ والله فيه مثلا صعوبة في اتجاه الطريق هذا، فبالتالي عنده خيارات، هذا تعتبر السائق الخبير. الآن الحمد لله توفر الآن الآن موصلة أو يسمونها إلكترونية أو جهاز اللوكيشن هذا والجي بي إس اللي يساعد الإنسان على الإيقاف، المسار سهل جدا حولنا، وتشوف الان يختص عليك ويعطيك بالدقه عاليه الوقت. اتمنى يكون عند الانسان مره ايضا يعني بوصه الكترونيه او تعامل تلقائي، ودرب ابناء عايشين يتعامل مع الازمات بشكل كبير جدا، سواء ازمه عنف مثلا منزلي، عنف مدرسي، تنمر، كيف يتعامل معها. هذه المهارات لابد ان تقع معها المقبله، الاطفال في حياتهم المقبله يتعاملون مع جميع المهارات هذه، بحيث يكون لها يعني يدرك مثلا فرد الاسره يدرك معنى خطه الازمه، معنى خطه بديله لتجاوز الازمه والمخاطر، يكون لديه اكثر من خيارات معينه لحل الازمات يستطيع التعامل معها، وهذا مهم.